على كافة المواطنين من مواليد عام 1974 مراجعة شعب تجنيدهم أو أقرب شعبة تجنيد لمكان إقامتهم بالنسبة للمقيمين خارج مناطقهم اعتبار من تاريخ 20/1/1992 ولغاية 20/3/1992 لإجراء فحوصهم واستلام دفاتر خدمة العلم، مصطحبين معهم بطاقاتهم الشخصية وصورتين قياس 4x4 حاسر الرأس مع وثائقهم الدراسية إذا كانوا طلابا في المرحلة الثانوية أو الجامعية، وصورة مصدقة عن آخر شهادة حصلوا عليها، وكل تأخير عن الموعد المحدد عليه يعرضهم للعقوبة القانونية.